نبدأ نتكلم على بعض الشولدر مومنت في المحاضرة ديت. ناخد بقى الشولدر هوريزونتال ابدكشن. الشولدر هوريزونتال ابدكشن أول عضلة فيهم في البرايم موفر هي البوستيرور فايبر اوف دلتويد. وإحنا كنا خدنا البوستيرور فايبر اوف دلتويد قبل كده وعرفنا الأوريجن والإنسيرشن وعرفنا الأكشن كانت بتعمل لنا شولدر اكستنشن، لكن ممكن تساعد هنا أو تعمل توبا كعضلة بتعمل لي هوريزونتال ابدكشن لو إيه؟ لو الارم في مثلا محطوط في مثلا في وضع ال 90 degree abduction او في وضع horizontal abduction، تاخد وضع horizontal abduction تروح للهوريزونتال abduction. فعشان تعمل اكشن ده لازم يكون الارم في 90 degree او في الفول horizontal abduction. طيب يعني احنا قلنا البوستيرور فايبر اوف دلتويد المين بتوع الايه بتوع الشولدر اكستنشن، دلوقتي بناخدها ممكن تعمل لي شولدر ايه هوريزونتال ابدكشن. طب احنا كنا خدنا الاورجن بتاعها قبل كده وقلنا الاورجن بتاعها طالع من الانفيرور ليب بتاع البوسير بوردر بتاع السباينال سكابولا. زي ما انتم شايفين ادي السباينال بتاع السكابولا وهي طالعه منين؟ من الانفيرور ليب بتاعه، وده السوبيرور ليب اللي فوق وده الانفيرور ايه ليب، فطلع منين؟ من الانفيرور ليب. الانسرشن بتاعها فين؟ هي البوستيرور فايبر والميدل والانتيرو فايبر انسرتت فين؟ في الدلتويد تيوبورسيتي هنا اهوت على اللاترال اسبكت بتاع الايه؟ بتاع الهيومرس. الاكشن بتاعها هتعمل لي المين اكشن بتاعها المفروض كانت بتعمله هتعمل لي اكستنشن في الشولدر ومع اكسترنال روتيشن. طيب ده الاكشن اللي هي، طب لو احنا حطينا الارم ده في بوزيشن معين في بوزيشن الهوريزونتال ابدكشن ممكن تاخد الارم في الهوريزونتال ايه ابدكشن. لو احنا حاطين الارم في الوضع ده في الساتن بوزيشن فهي هتقوم هتعمل لنا ايه هوريزونتال ابدكشن. النيرف سبلاي بتاعها بتاع الدلتويز كلها الاكزيلري ايه نيرف C5 and 6. ايه العضلات السينرجيست والاكسسوار ماسلز اللي ممكن تساعد في الهوريزونتال ابدكشن؟ هيكون عندنا الانفرا سباينيتس اللي احنا كنا قلناها قبل كده اللي طالعه من انفرا سباينس فصه واللي هي وان اوف اي روتيتور كاف ماسلز، والتيرس ماينور اللي هي برضو طالعه انسرتد في الجريتر تيبروسيتي برضو وتعتبر العضله الثانيه في روتيتور كاف ماسلز. زي ما احنا قلنا هقعد اكرر لك واقول لك ليه روتيتور كاف، لان هي بتحافظ على الاستابيليتي بتاعت الشولدر جوينت. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and A, and subscapularis. طيب الرينج اوف موشن بتاع الهوريزونتال ابدكشن زي ما خلي بالك هو بيبدا من 130 درجه هوريزونتال ابدكشن الى 0 ديجري اوف هوريزونتال ابدكشن. يعني الستارتنج بوزيشن يكون الارم بتاعك كروس الشولدر، يعني الارم ماشي على الشولدر الاوبوزيت شولدر وتبدا تخليه اواي فروم ذا شولدر. This is a horizontal A, horizontal abduction. ايه هي الفاكتور ليميتنج الموشن هوريزونتال ابدكشن؟ طبعا احنا قلنا الفاكتور ليميتنج الموشن ممكن يكون في الكبسول، انا راح بحرك الشولدر ناحيه الابدكشن، يبقى ايه اللي ممكن يحصل؟ لو كان في تنشن في الانتيرو فايبر في الكبسول بتاع الشولدر جوينت من قدام هيعمل ليميتيشن للموشن. لو كان في تنشن في العضلات اللي بتعمل عكس كده عكس الهوريزونتال ابدكشن اللي هي مثلا بتعمل هوريزونتال ادكشن فيها تنشن زي البكتوراليس ايه ميجور زي الانتيرو فايبر اوف ايه اوف دلتويد، العضلات ديت لو فيها تنشن ممكن تقلل لي الموشن في الدايركشن بتاع الهوريزونتال ادكشن. طيب ايه الفيكسيشن؟ علشان يحصل كده لازم عضلات تستخدم كفيكسيتورز، واحنا قلنا قبل كده انواع السينرجيست، عضلات ممكن تشتغل عشان تؤدي الحركه، عضلات ممكن تعمل ستابلايزر او فيكسيشن. من ضمن العضلات اللي ممكن تعمل اللي يحصل كونتراكشن في الرومبويدس ميجر وماينور عشان يثبتوا الاسكابولا، تمام، عشان العضله الارم يتحرك. طيب عندنا الميدل واللور فايبر اوف ترابيزس برضو تثبت لنا الميدل بوردر بتاع الاسكابولا علشان العضله ديت او العضلات بتعمل هوريزونتال ابدكشن تقوم بالوظيفه بتاعتها. فقلنا الفيكسيشن طبعا، وانت برضو كثيرابيست البروكسيمال هاند بتعمل فيكسيشن علشان العضلات اللي بتعمل هوريزونتال ابدكشن تقوم بوظائفها وما بيحصلش ما يسمى ب
substitution. طيب لو حصل ويكنس في العضلات اللي بتعمل هوريزونتال ابدكشن ببساطه مش هتقدر تحرك الارم في الهوريزونتال ايه؟ inability to do horizontal نعمل horizontal abduction of the shoulder against gravity لان انا عندي العضلات اللي بتعمل horizontal abduction weak يبقى اذا العضلات اللي بتعمل horizontal abduction مش هقدر احركها against الايه؟ الجرافيتي. السبستيتيوشن اللي ممكن يحصل هنا او العضله لو كان العضلات اللي بتعمل horizontal abduction اللي هي زي ما قلنا مثلا البوستيرو فايبر اوف دلتويد لو فيها مثلا ويكنس ايه اللي هيحصل؟ فممكن اللونج هيد بتاعت الترايسبس تقوم بالوظيفه بما ان احنا حاطين الارم في وضع ستارتنج بوزيشن يخلي الفايبرز بتاعت الترايسبس ايه؟ تشتغل. فممكن لو في ويكنس في العضلات اللي بتعمل هورزونتال ابدكشن يحصل سبستيوشن بين في اللونج هيد اوف ذا ترايسبس ماسلز اللي هي بتعدي على الشولدر جوينت والعضله كلها بيحصل لها انسرشن على جوينت تاني اللي هو الالبو. وعشان كده الترايسبس تعتبر تو جوينت ماسلز. ده العمل اللي انت هتاخدوه في السكاشن. عندنا جريد 3 زي ما انتم شايفين الثيرابيست مثبت الابر واللاترال بوردر بتاع الاسكابولا والعيان بيحاول ايه يحرك يرفع ايده فوق ده عشان يعمل هوريزونتال ايه هوريزونتال ابدكشن والحركه بتكون فور رينج اوف موشن او اجينست جرافيتي تاخد جريد 3. لما نيجي هنا في الوضع الثاني اللي الثيرابيست عامل برو ستابلايزيشن بروكسيمال هاند والديستال هاند بتاعته اللي عليها السهمين دول بتدي ريزيستنس على الارم بتاع الارم بتدي مودريت ليدر ريزيستنس في حال الجريد 4 ماكسيمم ليدنج ريزيستنس اند هولد فور 5 تو 6 سكندز في حاله الجريد 5. طبعا لازم العيان في الجريد 4 اند 5 يعمل الفول رينج اوف موشن. جريد 2 طبعا هتحط العيان في بوزيشن بحيث ان الحركه تكون with gravity elimination او omitted gravity يعني الجرافيتي ملهاش اي تاثير فالستارتنج بوزيشن بتاع العيان هنا هيكون قاعد سيتنج وايده على التيبل زي ما انتم شايفين وبيحاول يحرك ايده من قدام تمشي لورا. طبعا التيبل هتكون في ارتفاع الشولدر ليفل عشان يؤدي لايه الاكشن ده. ده جريد 2 فبيعمل فور رينج اوف موشن with gravity elimination. جريد 1 زي ما انتم شايفين حاطط ايده على البوستيرو فايبر البروكسيمال هاند مثبته الاسكابولا والديستال هاند حاطه على البوستيرو فايبر اوف دلتويد بيعمل بالبيشن وتقول العيان تراي تو موف لو هو بيحاول يحرك وحسيت بفليكر كونتراكشن تحت ايدك او بصيت لقيت السكن بيحصل عليه موفمنت ولا حاجه ياخد جريد 1. فجريد 1 بالبالبيشن يعني ما فيش موفمنت ظاهره ولكن انت بتحس تحت ايدك الثيرابيست الفليكر كونتراكشن. اذا ما حسيتش باي فليكر كونتراكشن او ما حسيتش باي موفمنت على السكين مثلا ان الفايبر اللي تحته بتتحرك ده العيان ياخد جريد 0.